ازيك يا استاذ اسلام؟ اهلا يا انا كابتن. بتشرف بحضرتك جدا ان احنا قاعدين معاك النهارده. جاي اعمل حاجه فريده من نوعها. احنا دايما بنشوفك في سوتس بدل وبزنس مان من الدرجه الاولى يعني، ودي حاجه يعني نفتخر بيها ان الراجل في سنك كده عامل النجاحات دي. بس انا المره دي جاي اتكلم معاك في حته تانيه خالص، اللي هي الرياضه. انت دخلت طرقت الباب الرياضي ودخلت من اوسع ابوابه، عملت فريق وعملت تيم وعملت مسابقات، وان انت تدور على لعيبه. انا عايز اعرف كل ده كان سببه وهدفه ايه. اولا انا عايز اقول ان انا مبسوط قوي ان انا معاك النهارده يعني والله يعني، وبعدين طلعتني عن اجواء بقى المكتب فعلا فانقذتني من الموضوع ده. الموضوع بسيط، هي الموضوع كان انا ببص على الكاركترستكس او الصفات اللي تخلي البني ادم عامه ناجح. وعشان البني ادم يبقى ناجح بتيجي من حاجتين، من التعليم او من صفات بيكتسبها من خبراته. الرياضه بتركز على صفتين انا بشوفها هي الصفتين اللي لازم يبقوا موجودين في كل الناس الناجحه. لو بصيت على العباقره حتى او الفنانين او حاجه اسمها السلف ديسيبلين، البني ادم ده يبقى عارف وماسك نفسه من الحاجات اللي تخليه يروح ليها، والبرسيستنس ان الواحد يبقى دقيق ومكمل. الصفتين دول الرياضه يعني بتنشن عليهم زي ما بيقولوا، خصوصا بقى الفيزيك والبادي بيلدينج، لان انت بتمنع نفسك عن الاكل ويعني انا بشوفهم الحقيقه بيتعذبوا عشان يوصلوا للمراحل دي. فانا اخترت الرياضه عشان كده، عشان شفت ان انا يعني زي اي حد المفروض يعمل عمل جزء منه مجتمعي، ده لا يتعارض خالص مع البيزنس يعني. انما الرياضه كانت اسهل طريقه اني اشتغل على فئه سهل جدا انك تاثر فيهم في فتره قصيره. لو كنت اتجهت مثلا لحاجه زي التعليم كان الموضوع مهما عملت مش هيبان، لان الموضوع كبير جدا. بس هو الحته اللي انا عايز اسالها ان انت راجل بزنس مان والحمد لله متيسر ماديا، ليه ما دخلتش الكوره؟ ليه اخترت البادي بيلدينج والفيزيك واللعبه بتاعتنا دي بالذات يعني؟ انت النهارده معايا في مزرعه خيل صح؟ صح. طيب انا دي هوايتي، مزرعه الخيل هوايتي، الحاجتين ركوب الخيل نفسه والجمال بتاع الخيل، في مسابقات خيل جمال. انا لو قلت لك ان مسابقات الجمال بتاع الخيل دي زي ريبليكا، يعني نسخه طبق الاصل من مسابقات جمال الاجسام، بطريقه تحكيمها، بطريقه انك ازاي تبص على الكاريزما وتبص على الجينات وتبص، فدي لقيت نفسي اقرب الى الفيزيك لان هي حاجه انا فاهمها، فاهمها بالشكل الجمالي، الشكل الارت اللي فيه. ومين قال لك ان انا كمان ما اشتغلتش في الكوره؟ انا عامل كذا اكاديمي بتاعت كوره فعلا. بس انا شايف ان انت نجمك ساطع جدا في موضوع الفيزيك والكلاسيك فيزيك الاريا دي، حتى الباركور انت برضو طرقت الباب فيه. انت الهوايه بتاعت الرياضه دي مستهويات جامد قوي الحته دي، يعني ما رحتش مثلا لجودو والكاراتيه لحاجات كده، انت رحت للرياضه دي. انا عايز اعرف سرها ايه. طيب هي مش باركور، انت لو بتتكلم على الشيتو كانت اي سرها ان اولا ليها فئه كبيره جدا من الناس مش موجودين خالص، ما يعني ما حدش شايفهم. سهل انك تاثر فيها لان تكلفتها ما هياش مكلفه للغايه. مفيش كومبيتيشن كمان فيها، خلي بالك يعني كوره عشان تخش تعمل فريق كوره ده انت بقى حلني طبعا. وبقت كوميرشلايزد يعني بقت اعلانات و انما الموضوع بتاع الفيزيك ده خصوصا انا احتكيت بالناس دي هاني، يعني احتكيت منهم ان انا كنت بتمرن فيعني عرفت الناس وشفت ناس مستوياتها كويسه جدا برغم امكانياتهم، فخدتني مع بقى ان انا عندي هوايه في المسابقات بتاعه الجمال بتاعه الخيل والكلام ده كله، فلقيتها قريبه مني اكتر يعني. طب انا شايف ان انت واخد الفيزيك اكتر، ما رحتش للبادي بيلدينج، من ايه الفاصل ما بين ده وما بين ده بالنسبه لك انت؟ احنا طبعا عارفين كل يعني الناس اللي بتتفرج علينا هي فاهمه الموضوع الفرق ما بينهم ايه، بس انا عشان انا اختار دي وما اختارش دي، انت كان اختيارك بناء على ايه؟ هقول لك، كان اختياري ان الفيزيك والستريت ورك اوت الاثنين حاجات اللي انا اشتغلت فيهم رياضات جديده الى حد ما، يعني بادي بيلدينج من زمن بلس ان الاتحاد الحقيقه عامل شغل قوي جدا في البادي بيلدينج. الفيزيك كان سكند برايورتي لانه ما كانش لسه ما كانش مفهوم قوي بالنسبه لنا هنا، فانا خدت حاجه اللي هي الفيزيك اللي لقيت انه الناس مش مهتمه بيها جدا، وهي دي اللي انا ركزت فيها. تمام. طيب دلوقتي في جوه مصر في الارو بتاع الفيزيك طالع اكتر من البادي بيلدينج بمراحل كتيرة، هل ده فعلا اللي شدك ان انت تروح للحتة دي، ولا البادي بيلدينج فيه تكلفة اعلى وناسه اصعب في التعامل؟
والله بص، هو الـ بعيد عن الارو يعني، احنا يمكن كان قبل ما اتجاه الارو قوي يطلع كنا احنا مع الارو يعني. بل بالعكس، انا خليني ابقى صريح معاك، انا مش يعني مش بجاملك، بس هو فعلا انت زقيت الارو الزقه الاولانيه عن طريق تكوين كيو سكواد مع الجروب كله بالظبط يعني. الحقيقه فهي، لا هي الموضوع مش مساله مين اصعب، انا لقيت انه تو بنتريت موضوع البادي بيلدينج كان هيبقى موال. اولا انا شايف انه الاتحاد عامل مجهود قوي في اتجاه البادي بيلدينج، وشفت انه زي ما قلت لك الفيزيك مهدور حقه. تاني حاجه الفيزيك اسهل للناس انها توصل له عن البادي بيلدينج. بادي بيلدينج عايز تكلفه عاليه جدا ومده اطول وخلي بالك كمان احيانا ما بيبقاش قوي مقبول، يعني الناس بتحب شكل الفيزيك اكتر، تقدر تروج رياضه الفيزيك اكتر من البادي بيلدينج، ده من وجهه نظري يعني. فده السبب الاساسي يعني. طيب انا بما انك ذكرت الاتحاد المصري، ايه دور الاتحاد المصري معاك؟ بيعملوا بيساعدوك؟ هل انت بتحتاج منهم مساعدات؟ لا بص، الحقيقه انا ما احتكتش قوي بالاتحاد يعني، احتكيت بيهم لما حصل مشكله في بطوله، فكنا احنا مع بعض ما كانت بطوله الفراعنه. انما انا ما احتكتش بالاتحاد قوي، بس انا بشوف انه الاتحاد محكوم بامكانياته. خلي بالك يعني انت جزء من شغل الاتحاد المهم انه يعمل ادفرتايزنج للعبه عشان يعني يجذب الناس انها تستثمر فيه. دي انا مش شايفها قوي يعني، انا مش شايف الدعايه للبادي بيلدينج بالشكل اللي المفروض يتعمل، غير كده ان هم على قد امكانياتهم بيعملوا كل ما في وسعهم اعتقد يعني. طب انت ليه ما حاولتش ان انت تساعدهم يعني؟ طالما انت طرقت الباب ده، ليه ما حاولتش ان انت تطور من الاتحاد المصري على سبيل المثال، مش هنقول بالامكانيات الماديه، بعلاقاتك انت ما شاء الله علاقاتك واسعه يعني، ليه ما حاولتش تساعد في الحته دي؟ لا هو انا زي ما بقول لك، لما انا اشتغلت كنت عايز اشتغل على فئه الفيزيك، وما كانتش واخده الاهتمام قوي بتاعها من الاتحاد زي ما يعني، فانا حبيت اما احط الريسورسز بتاعتي كانت في الفيزيك. برغم ذلك لما الاتحاد احتاج حاجه في البادي بيلدينج انا يعني كنت موجود وما زلت طب انا هسالك بقى في سؤال يكاد يكون غريب لبعض الناس اللي بتتفرج دلوقتي، هو انت ليه بتسال اسلام كورتان السؤال ده؟ انت ايه رايك في الانفصال اللي حصل في الاتحادين، الاتحاد العالمي الدولي والاتحاد بتاع المحترفين؟ بالنسبه لك انت كواحد ابتدى يعمل فكره انه يبقى عنده فريق ويبتدي ينافس فيه ببطولات، في بطولتين دلوقتي حاصلين توقيتهم فرق يوم، في واحده في الفجيره في دوله الامارات في دبي، والتانية موجودة في الكويت. ليه اخترت ان بعض من اللعيبة عندك في التيم يروحوا البطولة دي وبعض من اللعيبة يروحوا البطولة دي؟ عشان ده دورنا. خلي بالك انا مش المفروض انحاز لبطولة منهم. انت في الاخر، وده برضو انا رأيي انه لازم الاتحاد يبقى منظوره كده، الاتحاد بتاع مصر، ان انت بتمثل مصر مش متمثل يعني. في الاخر انت اتحاد بتمثل اتحاد اجنبي بس في الاخر في مصر، وهدفك انك تطلع واحد مصري رياضي هو يحب ينافس في اي بطوله منهم، تديله القدره انه يعملها. فانا النهارده واجهت كده في كيو سكواد يعني، انا كان نفسي اكمل مع بقى الاتحاد في كل حاجه، انما النهارده لما يجي لي حد يقول لي انا شايف نفسي في الكارير ده ولا البطوله بتاعه البرو عن الاليت او الاليت، فانا شايف ان انت المفروض تقدم الخدمه دي لكله، وبالعكس ده انتشار الطف واحسن بكتير لما يبقى عندك تشامبيونز هنا وتشامبيونز هنا وبينافسوا يعني. بس هنا في مثلا في بطوله الكويت هي بتقدم كارت الاحتراف صحيح، وفي البطوله الثانيه بتقدم الجوائز الماديه، فهل الجوائز الماديه، وبعدين كمان في مشكله انت اوكي حصلت على الجائزه الماديه الكبيره اللي هم عارضينها، بس انت فعلا هتلف وتدور، انت نفسك في يوم من الايام تقف على مسرح اولمبيا كلاعب، ده حقيقي. فانت خدت الجائزه بالفلوس دي، بس انت مش هيصلح لك ان انت تروح تشارك في البطوله اللي هتاهلك لمستر اولمبيا. فالثغره دي اللعيب من عندك في التيم هو اللي بيحددها ولا انت اللي بتوجهه؟ بص انا بسيب الاوبشنز مفتوحه، انا بسيب له دائما الاوبشنز مفتوحه. انا برضو ما اعرفش دلوقتي علاقه الاتحادين مع بعض، بعيدا ان هم انفصلوا مش واضح قوي انه اللعيب يقدر يلعب في الاثنين، ولا هم قالوا لك لا خلاص لعبت في دي ما تلعبش دي يعني، هي لسه الحاجات دي ما فهمناهاش. هو لغايه دلوقتي اللي واصل لي عن طريق البيانات اللي بتنزل رسميه من الاتحادات، لا اللي بيلعب هنا مش هيلعب هنا واللي بيلعب هنا مش هيلعب هنا، فدي في حد ذاتها بقت مشكله. ما هو دي بقى اكبر غلطه منهم الاثنين بالظبط، لان انت ليه تحتاج يعني الموضوع ما يبقاش فيه منافسه يعني بالشكل ده. انت المفروض ان انت عايز، لو انت هدفك الاساسي انك تنمي هذه الرياضه
انك تخلي الناس تشارك في اكتر ايفنتس معينه. بالعكس الواحد احيانا بيخلق لنفسه منافس عشان يعرق الدنيا بس ما يقطعش الخط كده كده وبينه اللعيبه يعني. بس انا طبعا شايف ان انت كده حطيت الناس دي في خانه جامده جدا. خانه ان الناس هتقعد تصرف على نفسها او بلا مقابل وهتخلي واحد اورجنايزيشن لو هي النهارده بتبص على انها عايزه تروح مستر اولمبيا زي كيو سكوات كده هتيجي تشوف ان انت هتصرف وان واي مفيش فلوس تانية راجعه لك يعني. فهي الموضوع كله في الاخر لها علاقه بالامبيشن بتاع المدرب. انا سايبها للناس الحقيقه هم اللي بيختاروا يعني. هو دلوقتي اللاعب عندك في التيم بتاع كيو سكوات اللاعب بيبقى ليه مانجمنت ولا اللاعب هو لغايه دلوقتي بس هو بمجرد ان هو بيتزنق مثلا سيف البادجت بتاع تجهيزه بيجي لك وهو انت عندك اداره مانجمنت ماسكه اللعيبه دي وبتوجهها يعملوا ايه يتصرفوا ازاي. انا بتطرق للاسئله دي لسبب واحد ان انا عايز اللي بيتفرج كلاعب يفهم نفسه وحلمه ان هو يبقى في التيم بتاع كيو سكواد فيعرف السيستم ماشي ازاي عشان هو يبقى جاي مؤهل. لان في ناس بتبقى اجريسيف في التعامل شويه لا صحيح. انا فلان فلاني ما ينفعش حد يقول لي اروح العب بطوله ايه صحيح. فانا بحاول اخش في الاجواء قوي بحيث ان اي واحد بيتفرج على الفيديو ده يبقى فاهم اسلام قرطان بيفكر ازاي وفي نفس الوقت التيم اللي مع اسلام قرطان بيمشي ازاي. بص هو طبعا كان في ليرنينج كيرف يعني احنا بدانا بشكل والنهارده احنا في شكل تاني خالص تمام. احنا بدانا بان احنا يعني الموضوع ان بريف احنا مقسمينهم 3 ليفلز. انت كنت موجود معانا طبعا في التقييم مقسمينهم 3 ليفلز كل ليفل بعقد ليه بادجت وليه انك تختار انت بشخصك بطوله على مدار السنه تنافس فيها وبناء عليه اللي هتحققه في البطوله. واحنا مقسمين مش عارف اللي حقق من كام لكام ممكن يطلع ليفل فياخد العقد الاكبر او اللي ما يحققش يضطر يسيب مكان للتاني او يبقى على ما هو عليه الوضع على ما هو عليه. فهي دي ده البادجت المادي. الجديد اللي احنا عملناه قريب ان احنا عملنا سفره لكيو سكواد في المحافظات عملناها ثرو انتخابات جوه كيو سكواد بحيث انه عندك سنتر بوينت دلوقتي انك تشوف يعني انت النهارده عندنا قدره انك تاخد الناس دي تروح بقى المحافظات وتشوف الناس اللي هم شايفينهم كيبابل او فيهم الشكل جينات ان هم ينافسوا بالتالي يرشحهم لنا ان احنا ندخلهم في الايه الاختبارات اللي جايه. فبقى عندنا هيد هانتنج بقى عندنا ناس بتدور بقى على المواهب. انت المساحه بتاعت التيم بتفكر انها هتبقى لغايه قد ايه يعني كام لاعب ممكن يشارك في التيم ده؟ بص هو طبعا انا كان نفسي يبقى عندنا سبونسرز كمان اكتر يعني انا لسه ما اشتغلتش قوي على اشتغلت الاول على البلان وشكل الاستراكشرنج يبقى عامل ازاي. ده اللي خد مني تقريبا السنتين اللي فاتوا دول عشان اعرف اعمل ده. ده بقى دلوقتي بقى حاجه جاهزه اني اسوق بيها واني اجيب بقى ناس. انا لسه بخش المرحله دي بناء على اللي انا هعرف اعمله هو ده اللي هيحدد الكاباسيتي بتاعتي. يعني احنا النهارده في الفيزيك عندنا عندنا تقريبا حاجه و20 لعيب هو جزء كيو سكواد بالستريت ورك اوت حاجه و30 يعني بس مش متاكد عن بالظبط. بتلاقي وقت يعني انا عارف انت بزنس مان وانا النهارده الحمد لله وفقت ان انا افصلك عن الموضوع ده تماما خدمتني بتلاقي وقت ان انت تفكر لل 33 لاعب دول؟ لا ما هو انا ما اقدرش افكر لوحدي هي لازم تبقى منظومه عشان كده انا بقول لك حتى الاختيارات بتاعت الشبه المحافظين جت بالانتخابات. احنا مقسمين عندنا حد مسؤول عن الماركتنج بتاعنا عندنا حد مسؤول عن محمد المصري عن التيم الفيزيك بيبصوا على الديفلوبمنت بتاعهم. وعلى فكره انا سايب الناس حريه كمان تختار المدرب بتاعها كمان يعني انت ما بتفرضش لا, لا 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 خالص بس انا بشوف يعني لو انا مش شايف انه ماشي بقى على التراك الصح قد اند اوف ذا داي هتبقى فيها مشكله يعني وده ده تقييم محمد المصري وهو اللي بيقام كمان مع المدرب بتاع اللعيبه هو اللي بيتفق معاهم على السبلمنتس او النوتريشن بلان بتاعهم. عندنا جزء جديد بقى الحقيقه اضافته هي الديفلوبمنت بيرسونال ديفلوبمنت لان انا اكتشفت ايه برضو ان انت عشان تعمل للناس دي دعايه صح وتخلي الناس تبقى بقى وراهم لازم اعرف اتكلمهم صح. صح يعني ما ينفعش يطلع حد يشتم مثلا في فيديو او ما ينفعش حد يطلع. فانا ابتديت احس ان ده بقت مشكله عندنا بقى كمان فده لسه حاجه جديده كده مستغنها الكابتن اسلام فؤاد هي فكره البيرسونال ديفلوبمنت ازاي ممكن انمي. فانا بدات ابص على كورسات انجلش بقيت ابص على حاجات بحيث انها تطلع في الاخر بشخص كامل يطلع ينفع يبقى رول موديل ايه للناس التانية. اعتقد كده ان انت
يعني بتخلق كيان جديد بشكل مختلف رياضي وفي نفس الوقت مثقف او علمي او ريبريزنتر للبلد. يعني صحيح. هو بيقدم بيقف على المسرح بيقدم مصر. صحيح. لان بالزبط. في بعض اللعيبه طبعا ثقافتهم الانجليزيه ما بتبقاش قويه جدا او ثقافه ان هو يعرف الالقاء يتحدث ان هو لو المايك جه قدامه في ناس بتعطل او لما تديهم المايك في ناس ما بتعرفش تتكلم. صحيح. فانت تطرقت لدي كمان. ايوه عشان انت النهارده بتخلق تيم عشان يبقى رول موديل لشباب تانية. فانت عايز تخليهم على قد ما تقدر ان هم يقدروا بكل مميزاتهم. يعني انت بطل ومثلا قليل ادب, طب وده هتعمل فيه ايه؟ ده انت عايزه ده اللي يبقى نموذج, مش هو ده النموذج اللي احنا عايزين نوصله. يعني انت لما بتختار اللعيبه انت بتختار كمان فيهم الصفات اللي هي الاخلاقيه, ما بتختارش الجسم بس. يعني مش مبدا الجسم ان انا عندي جسم انا اقدر اشارك في كاو سكواد. لا بص, هو في الاول ما كانتش دي, كانت بالناس اللي هي ما عندهاش امكانيات قوي. يعني كان عندنا انترفيو بيتعمل بيبصوا على ناس عندها كاريزما وبيبصوا على وبنفهم منهم امكانياتهم قد ايه. يعني ما كانش ينفع نقدر نبص على يعني ما فيش مقياس ليها, ما فيش حاجه ميجرمنت تول, يعني ما فيش وحده قياس ليها. انما لما بيبقى بيعمل حاجه غير اخلاقيه لا بيطلع بره كده سواد. يعني هو ده رياكشن. يعني طب بالنسبه لبنود العقد هل بيبقى فيها شروط جزائيه على اللعيبه ولا ما بيبقاش فيها؟ فيها طبعا, فيها شروط جزائيه طبعا. فيها, وهديك مثل. يعني انت النهارده بس هو الشروط الجزائيه كانت في الاول هي انك تدفع التكلفه اللي اتصرفت عليك مش اكتر. يعني تمام. انما النهارده لما بتبقى بقى بتصرف, يعني احنا طبعا كنا حاطين بادجت, الموضوع اختلف خالص يعني طبعًا. في السنين اللي فاتت يعني العمليه بتوسع جدا. وفي الاخر مع ان لسه ما دخلناش بتاع, فطبعا لازم بقى دلوقتي انه ما يبقاش حد جه مرنته وسفرته وراح وعمل وبعد كده يقول لك باي باي وراح حته تانية. طب ما واحنا شفنا يعني الحاجات دي بتحصل كتير. فاكشلي ده اتطور في العقد. يعني هو في الاول ما كانش كده بس احنا طورناه في العقد بعد لما لقينا حجم الكلفه بقت عاليه قوي. يعني في حد ريزيستنت, كان في مقاومه بالنسبه للموضوع ان انت تضيف عليهم اللي هي الشروط الجزائيه؟ كل الناس خالص خالص خالص. في يعني انا شايف ان هو في حب ما بين كي او سكواد التيم كله وما بينك وما بين المؤسسه عامه. يعني انا شايف ان في تناغم ما بينكم. يعني حتى في البوستات ان انا بتابعها على الصفحه بشوف الشكل الجمالي بالنسبه للناس وهي بتتكلم وفخورين ان هم كي او سكواد. انا بشوف الحته دي فيهم ولمستها جامد قوي في الحته اللي انا هبتدي اسال فيها الجديده اللي هي ذا شو. التيم كله كان هناك وكان كل لاعب منه جايب الساندو بتاعه او الميداليه اللي كسبها في البطوله, وكان ليكوا بوس واقفين فيه والناس كلها. انا بنفسي رحت اتصورت معاهم لان كان شكلهم جميل جدا وانا كنت حابب الروح ان شباب اجتمعت كلها على اساس ان احنا هنحقق حلم واحد ان احنا هنكسب ونزود ميداليات في المكان ده. صحيح. فعايز اعرف ايه سر مشاركتك في ذا شو بعيدا ان انت كنت سبونسر للموضوع, بعيدا عن الماديات, ايه سر ان انت عايز تشارك في ذا شو؟ ليه ما بتشاركش في بطولات تانية؟ عشان ذا شو من وجهة نظري هي فيها مستين مش موجودين في اي حاجة تانية. اولا هو الحقيقة كانت البرزنتيشن اللي كانوا عايزين يعملوها بالمنظر ده انا كنت شايف انها حاجة جديدة على مستوى مصر, وكنت حابب ان انا اشارك في حاجه بالحجم ده لان انا يعني ده هدفنا انه نكمل كل الكومبيتيشنز ويبقى ده الفانيو بتاعنا الاساسي بعد كده. الجزء الثاني هو الجزء الاعلامي. يعني انا شغال, ما اعرفش انتوا واخدين بالكم من التحرير والمصري يوم, شغاله اخبار عن الرياضيين اللي رايحين يشاركوا وانه وانه وانه, واحنا لسه بنتكلم على البرنامج ده انه يتعرض على التلفزيون دلوقتي لان هو ده اكسبوجر اللي احنا محتاجينه في الرياضه دي. احنا محتاجين ناس تشوف الكلام ده ومحتاجين ناس تتابع, كل ده مهم جدا للناس. فان هو مش مسابقه هي برنامج, فهي دي اللي خلتني يعني هي طالعه على 13 حلقه تقريبا. استفدت ايه من وجودك على المسرح بتاع ذا شو ووجود الفنان احمد مكي معاك؟ ايه كان نوع الاستفاده بالنسبه لاسلام قرطام؟ احنا عارفين ان هو بيزنس مان وتخصصه في حته تانية بعيدة عن الموضوع ده, بس ظهورك في الحته دي كان ظهور للظهور الرياضي ولا كانت مساحه لما يدور حواليك اليومين دول العمل السياسي؟ هل انت بتبص للعمل السياسي, عايز تخش البرلمان, عايز تعمل حاجه من دي, فانت بتلجأ للرياضه انها تساعدك في الموضوع ده؟ زي وده شيء مشروع زي ارنولد شوارزنيجر, هو نفس الموضوع, السيستم ماشي طبق الاصل. يعني انا شايف ان انت ماشي نفس خطى ارنولد شوارزنيجر. فانت من وجهه نظرك هل ده كان المراد سياسيا ولا الموضوع كان ليه شكل او ابعاد تانية عند اسلام قرطام كشخص؟
تمام. بص انا من عيله سياسيه، يعني والدي سياسي، و بس انا شخصيا ما بحبش السياسه خالص فعلا على الاطلاق. يعني انا لو انت يعني انا بالنسبه لي اصل السياسه دي متعبه، انت عارف انا بمارس السياسه مع حاجه واحده بس مع الحصان، وهقول لك ليه بعد كده. انما السياسه بالنسبه لي بقت يعني عشان انا شفتهم بيتعبوا قد ايه في السياسه، فانا الحقيقه ما بقتش انفولف تماما في السياسه. يعني انت ما بتفكرش ان انت تتجه لا لا خالص. بص انا اتعلمت حاجه، اتعلمت ان انت عمرك تقول نيفر، لان ما تضمنش الدنيا هيحصل ايه، بس يعني من وانا هنا ما اعتقدش ابدا ابدا يعني. يعني حاجه صعبه جدا الحقيقه. الموضوع كان بيدور عليك دايما في اطار ان اسلام قرطان بيعمل كل ده عشان عايز يخش البرلمان عن طريق الرياضيين. فانت النهارده معايا بتنفي الموضوع ده ولا في احبان فيها على الاطلاق؟ يعني تماما يعني ما فيش نيه تماما الحقيقه. طيب تعالى نتنقل بقى لمرحله جديده. بس تعالى بقى ننطلق، يلا 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 بينا. كلمة كنترول في حد ذاتها بالنسبة لك هاخدها في محمل بعيد شويتين. قولي انت حبيت كنترول الرياضة دي عن طريق الاعلام كمان، دخلت خدت جيم ايجيبت او صفحة جيم مصر. ايه العائد منها جيم مصر؟ انت ليه ما فكرتش ان انت تعمل صفحة تبقى خاصة بيك انت؟ ليه لجأت ان انت تاخد جيم ايجيبت؟ لا خليني بس اعدل الكلمة، انا ما خدت جيم ايجيبت، انا شاركت فيها بجيم ايجيبت، وعملت صفحة كيو سكواد، وبعمل صفحة جديدة جدا، حاجة هتبقى مختلفة يعني هقولها لك انت اول مرة، اسمها بادي بيلدينج اريبيا، وهي از كوبي بيست فروم بادي بيلدينج دوت كوم، بكل الارتكلز الكريديبل ومجموعة قاعدة بتترجم، وهيبقى فيها اونلاين ستور. انا مش انت داخل في السبلمنت كمان؟ داخل اني اوصل. بص كيو سكواد دي انا عايز اعرف الطريقه، كيو سكواد دي اهم حاجه فيها انها تطلع واحد من اول ما يصحى الصبح كده يقول انا عايز ابقى بطل لغايه لما يبقى بطل، لحد ما يبقى بطل. هيعدي على جيم عايزين نشوف له موضوع الجيم، هيعدي على حاجه اكل هيلثي فود، ده كل ده خط كيو سكواد. بس واحده واحده يعني واحده واحده. طب جيم مصر بالنسبه لك اضافت لك ايه؟ والتعامل مع القائمين على جيم مصر اضافت ايه؟ بص جيم مصر شئنا ام ابينا هي بتخاطب فئه كبيره جدا ما فيش حد يعرف يوصل لها. وانت لما تحب تبرز تيم وتخلي انت في الاخر هي لعبه اعلام، هي الكوره كسبانه عشان الاعلام، لما تبقى صفحه جيم ايجيبت دي تقريبا اكبر من صفحه الزمالك او قدها حاجه كده، فانت بتخاطب فئه كبيره جدا من الناس تقدر تستغلها انك توعي ناس، وانك ممكن تبقى ماشيه في خطوط مختلفه دلوقتي يمكن احنا عايزين نحسن منها شويه، انما في الاخر هي كل الناس الابطال نزل المسابقات بيتحط عليهم، الناس بتديلهم ملاحظاتهم، بيحسوا ان في حد متابعهم، طبعا هي مميزه يعني. انت بالنسبه لك بتحس ان فيها فاليوز عاليه نفس اللي انت بتفكر فيها زي بادي بيلدينج دوت كوم؟ هي نفس السكيل؟ لا 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 خالص، في تناقض. لا طبعا بادي بيلدينج دي حاجه اكستريملي بروفيشنال وتكنيكال وبتخاطب الرياضيين الجادين. جيم ايجيبت هي كلامك في الجيم، هي واحد بيدردش مع حد في الجيم، هي النبض بتاع الفيزيك والبادي بيلدينج في مصر. مش نفس الكونسبت خالص، ولا حتى هي كونسبت كيو سكواد. صفحه بتنزل، لما تنزل حاجه لازم تنزل حاجه كريديبل ومعمول لها كذا تشيك، فهي كل فئات مختلفه. يعني انت هدفك في الاخر في الميديا بما فيهم بقى لو كان التحرير، استغلنا مصر اليوم، استغلنا كذا كذا، انك تنتشر. بالظبط. فجيم ايجيبت جزء كبير جدا من الانتشار طبعا. وهو الفكره كمان بعيدا عن المصري اليوم او الوطن، التحرير، اسف التحرير، ان الاثنين مش بيخاطبوا الفئه بتاعت الرياضيين بس، هما بيخاطبوا المجتمع. صحيح. بس دي يعني الصفحه بتاعت جيم مصر هي بتخاطب الفئه، الناس اللي هم مهتمين بالرياضه. صح. دي سواء البادي بيلدينج او التلفزيون. عندك تارجت اودينس مظبوط. بالظبط. صح كده. صح. فهو ده اللي خلاك ان انت تشارك في الصفحه دي. صحيح. هل زي ما بيقال ان انت دفعت 3 مليون جنيه في الصفحه دي عشان تشارك فيها؟ لا. حابب تقول الرقم اللي انت دفعته فيها؟ لا مش هقول، بس يعني مش 3 مليون. خلي الناس تقول اللي تقوله. خلي الناس تقول. بس انت راضي عن الاداء الصفحه يعني حتى الان؟ لا. بص اصل دي دلوقتي بقت محسوبه عليك، انت شريك فيها. لا فهي انا لا ادير. ما هو خليني بقى اوضح. ايوه فيرست اوف اول انا لا ادير الصفحه. تمام خلاص مالكش اداره تماما.
لا ما يعني انا ما بدرهاش. انما انا حطيت خطه مع طاهر، وطاهر صديق بالنسبه لي يعني، وانا وراجل انا بحبه، وليها خطط، ليها لسه مستقبلية. مستقبليه. وهو طاهر بيعرف يوصل للناس، اللي هو يعني هو عنده صفه من الصفات اللي هو المميزه دي. انما الحقيقه هو انا مش قادر يعني، ما قعدتش معاه كتير للاسف من بحكم العمل. فاحنا كنا متفقين احنا هنقعد قريب عشان نحط بقى خطه الاستراتيجي. هو عنده مفاجات كتير اعتقد هيعملها في جيم ايجيبت، اعتقد الموضوع هيختلف. انما انا لا ادير الصفحه. تمام، يعني احنا لغايه دلوقتي نقدر نقول ان ما تقدمه الصفحه اسلام كرطام لا يعلم عنه شيء. يعني انا بقرا البوست زي ما انت بتقراه، وما لكش ان انت تقدر تعدل فيه. انا يعني في حاجه اصلا ممكن في حاجه بتقراها ما تبقاش راضي عنها يعني. برفع سماعه عن طاهره اقول له الحته دي. اصل خلي بالك انا مش بفرج برضو على الجيم ايجيبت كل يوم. انما لما الاقي بوست خبطت فيه مش عاجبني او بتاع يعني، ما حصلتش يعني، بس لا يمنع اني هقوم رافع التليفون مكلم طاهر واقول له يا طاهر الجزء ده، وهو اكيد هيتفهم يعني، ان هو نفسه ما بيقراش كل حاجه بتنزل برضه. اكيد اكيد. طيب انت هتاخدنا في جوله تورينا الخيل والسياسه اللي بتتبعها دايما. ما بتمارسش العمل السياسي في المجتمع، بس بتمارسه في مجتمع تاني خالص، هو مجتمع الحيوانات الأليفة. ايه نوع السياسة اللي انت بتتعامل مع الحصانة فيها؟ اقول لك على حاجة، اصل انت ايه، انت الحصان ده وزنه كام كيلو؟ يتراوح يعني 600 كيلو 700، لحد ممكن يوصل لطن اللي هو الانجلش ويسن. تمام، لو انت هتركب على الحصان ده متخيل بالقوة ان هو هيعمل كل حاجة، هيموتك بالظبط. فركوب الخيل سياسه قبل ما هو، لان انت عايز توصل الحصان ده انه يعمل اللي انت عايزه وهو يبقى مبسوط، وانت كمان وانت تبقى مبسوط. انما لو دخلت معاه في فايت هو الكسبان. عشان كده اللي شغال معاه ده اسمه سايس. اسمه سايس مش سايس. صح. سايس. صح. صح. انا اول مره في دماغي يعني الفكره تروح للكلمه دي. سايس جت منين؟ هي جايه من السياسه. طيب تعالى اسالك سؤال ممكن يكون في حد ذاته عنيف شويه. بالنسبه للخيول، انت ما شاء الله عندك خيول، بس اكيد بتحب واحد فيهم. مين اللاعب اللي انت بتحبه في تيم كيو سكوير؟ هذا سؤال صعب جدا. فكر فيه، مش لازم تختار شخص بعينه، بس فكر ممكن تقول لي ملامح لشخص من الاشخاص هو بيريحك في التعامل. لا انا ممكن اقول لك على اشخاص اعرفهم اكتر من اشخاص. خلي بالك انا برضو مش متعامل مع كل واحد. اكيد. فانا عندي مجموعه هم الاساسيين اللي اتعاملت معاهم، اللي هم الفاوندرز معايا من الاول، وهم دول اللي انا طبعا اكيد برتاح بالتعامل معاهم لان بحكم الوقت يعني. يعني انا شفتك في البدايه واحنا قاعدين ذكرت اسم المصري. قلت لي المصري هو زي هنقول معيار الجوده بالنسبه للاعب اللي هيبتدي ينضم لكيو سكواد. اشمعنى المصري؟ هقول لك ليه. لانه الاول المصري لازم نعرف ان هو حقق اول برو كارد بالظبط، ومن اول الرياضيين اللي لعبوا رياضه او اشتركوا في رياضه البيزيك، فهو له سنتمنتال فاليو يعني، له بالزبط. قيمه عند ناس كتير جدا. غير كده ان انا بتعامل مع مصري، مصري جزء مش بس انه ماسك التيم، جزء في الاداره، فبتعامل معاه اكتر يعني. هو يمكن اقرب واحد ليا في التعامل يعني. لو تحب تقول كده. طيب بالنسبة للعيبة، لو في لاعب جت فرصة انه ياخد مكان لاعب تاني من التيم، بتحلها ازاي؟ يعني دلوقتي في بطولة موجودة، اكيد انت شايف ان في واحد ممكن يطلع يكسب والتاني مش واثق في الفوز بالنسبة له، بس الاتنين عايزين يشاركوا في البطولة دي، بيبقى التصرف ساعتها في اللحظة دي ازاي؟ لا انا بقول لك انا لسه ما وصلتش لمرحلة اني بقول لمين يشارك في اي بطولة. ده هيبقى ناتج. انا دلوقتي مدي مساحه ان هم حتى ينزلوا لنفسه في نفس الكلاسات، ما عنديش اي مشكله، لان انت في الاخر لازم تصطفي المجموعه اللي مكمله عشان تدي مساحه انك تطلع مجموعه تانية. بالظبط. بس انت واحنا هناك انت اثرت حاجه. انت قلت لي ان اللاعب بيبقى معمول له يعني ايفالويشن، لو ما حققش فهو بيطلع من ده. صحيح. فلو لاعبين في نفس الليفل وكل واحد فيهم عايز يخش يكسب البطوله او الماتش ده، لو واحد كسب طلع الليفل اللي بعده او ستيل ذا سيم ليفل بس بقى ليه بريوريتي اعلى، واللاعب الثاني طلع بره التيم خالص. ففي اللحظه دي كي او سكواد المانجمنت هي اللي جنت على اللاعب اللي طلع بره،
لا هو ده عشان انت طالما سايب للناس الاختيار، انت عارف طالما انا ما قلتلهمش يروحوا هما الاثنين ينافسوا في نفس، لا هما ده الاختيار بتاعهم، كل واحد فيهم جايز انه متفوق عن التاني في حاجه او شايف ان فرصته احسن في حاجه، ف انا سايب لهم المساحه في الاختيار. انما ما بعد كده يعني احنا عندنا اخر فئه اسمها الفئه البرو، اللي هم الناس اللي هيبقى عندهم المحترفين عندهم البرو كاردز اللي هم ما عندناش غير مصري وان شاء الله احمد عبد البليل ده لسه جايين له ده هنتكلم عليه عليه. فدول اللي انا ما اقدرش اخليهم يزيروا نفسه قصاد بعض عشان ما هم ده التيم الاولاني اللي عندي، ما احبش احرقه بالظبط. انما الشباب التانية دي بتنافس مع بعض. ما فكرتش ان انت تقول لاي واحد من الاثنين انت تختار المدرب الفلاني، ممكن نجيب لك مدرب محترف من بره، انت لسه سايب حتى للمحترفين اللي عندك حريه اختيار المدرب. بص احنا لازم سونر اور ليتر يبقى عندنا مدرب محترف معانا في كيو سكواد. اوكي يعني انت بتسعى لده؟ لا انا بقول سونر اور ليتر، لسه ما بسعلوش حالا. انما ده لازم هيبقى تبع المنظومه، ما تكتملش غير لما يبقى عندك مكان تمرين ومدرب بالظبط خلاص كده، وحد نيوتريشنست كمان. يعني انا بستشف من ورا الكلام كده عشان انا لايم شويتين. انت بتفكر ان انت تعمل جيم يبقى خاص بتيم كيو سكواد ليهم هم بس؟ مش ليهم هم بس، انا بقى لسه بقى في دماغي ان انا اعمل تشين للجيمز فيها كل بتوع كيو سكواد بيتمرنوا، يعني تيم كيو سكواد بيتمرنوا واوبن كمان للناس، يعني واي نوت. يعني دي لسه افكار كلها ما اتبلورتش، مش بلاند السنه دي حتى، يعني لسه دي بلان يمكن طويله، انما اكيد في الخطه. يعني بالنسبه للجمال الرياضي ايه رايك في عبد الجليل والسيمتري بتاعه؟ يعني انا شايفه من اميز اللي موجودين على الساحه دلوقتي في مصر. سيمتري هايل، جيناتكس ما حصلتش، التناسق العضلي انا شايفه مميز للغايه. تفتكر ان هو هيقف على مسرح اولمبيا في يوم من الايام؟ انا املي يعني، لو هو اكيد امله وانا املي كده برضو. ان شاء الله. انت بتسعى لده؟ طبعا. هو كلاعب اكيد بيسعى لده، بس دايما المانجمنت هي اللي بتوصل اللاعب انه يوصل للحته دي، فانت اعتقد هتبقى بريقه امل او ذا لايت ان ذا تانل، يعني الضوء في النفق. بص انا قلت لاحمد عبد الجليل شخصيا وقلت لكذا حد قبل كده ان انا يوم لما احس اني انا هفشل اني اوصله هو المستر الاولمبي انا هخلي غيري ايه، بس هو لو هو يستحق انا الباك اوف واخلي حد يكمل. يعني ده تواضع منك يعني. لا ده حقيقي. انت يعني ممكن لو في لحظه حسيت ان انت مش توصله لحاجه زي كده هتتراجع، هتسلمه لحد تاني. هسلمه لحد طبعا. طبعا ده يعني اصل انت في الاخر انت مش لازم تبقى انت اللي بتاخد البتر فروم اي تو زي، انت ممكن تاخده فروم اي تو اف وتسيب لحد فروم اف تو زي. احنا الموضوع برضو مش سهل، خلي بالك احنا بنبتدي من الاوائل. بنبتدي من انت شفت يعني من الناس اللي احنا بنجهزهم الاول خالص. لو احنا لقينا انه الموضوع بيكبر كل ما نوصل لمس اولمبيا والموضوع اصعب، جايز اقول انا هكتفي بالمرحله ان هو ياخد البرو كارد وبعد البرو كارد حد تاني يقدر يستلمه. جايز، بس هو مع عبد الجليل احنا واخدين الجول بتاعنا واضح ان احنا نوصل يعني نوقف حد على ستيج مستر اولمبيا والمصر. مش عبد الجليل بس، اي حد من التيم. لا طبعا مش عبد الجليل بس، بس هو عبد الجليل ومصري هما الاثنين ان شاء الله، لان مصري معاه برو كارد. احنا هنسعى دلوقتي ان احنا ناخد البرو كارد. انت عارف موضوع احمد عبد الجليل والبرو كارد وبعدين اللي رجع وخدوه قصه كده مش فاهمها قوي الحقيقه انا لحد دلوقتي، بس هو بالانفصال هو خد البرو كارد على الاليت مش البرو ليج. لما حصل الانفصال بتاع الاتحاد الدولي عن المحترفين فما بقاش بقى يعني الكارت اللي معاك ده انت تقدر انت معاك كارت محترفين بس جوه الاتحاد الدولي. بس هي حصلت في التوقيت قبل التقسيم بالظبط، فهو حظه سيء للغايه يعني، بس هو بيسعى بقى انه ياخد الكارت التاني. لا ان شاء الله ان شاء الله هياخده. طيب عبد الجليل فاز، انت من وجهه نظرك الخطوه الجايه في 2018 لعبد الجليل ومعانا كمان المصري، الاثنين هم دلوقتي بقوا معاك كابتن احتراف عندك في التيم، هنجري على البوينتس. احنا هندور دلوقتي على المسابقات اللي سهله فيها نجمع فيها نقط عشان نوصل لمستر اولمبيا. هيبقى طبعا هيبقى يعني هم سبيسيفيكلي هنقعد بقى نشوف طريقه التجهيز، طريقه التدريب، الكامبينج هيعملوا فين، بحيث ان هم
يركزوا، لان هي دي موضوع مش سهل. انت كده خلاص يعني دخلت في بقى في ملعب تاني خالص. طب لو جالك في يوم قال لك انا مش عايز اكمل معاك وهروح لكيان تاني، ده الواقع بتاعه عليك ايه؟ لان دي انا شفتها حصلت كتير مع لعيبه كبار، يعني ان هما بيبقوا منتمين لكيانات وفجاه بينفصلوا لمجرد ان بيجي لهم عقود افضل. طب قلة اصل بقى دي حاجه تانية يعني مش هنتكلم عليها. انما لو بالتوافق، التفوق قصدي، انه مثلا انا شفت اني انا فعلا مش هعرف، يعني ان احنا مش هنقدر نديله اللي هو محتاجه، وانه قدامه opportunity، فطبعا هو في عقد بيلم بالتفاصيل دي كلها. انما انا طبعا انا وقلتها له وقلت لكذا حد، انا عمري ما هقف في طريق حد انا شايفه انه ينفع ينجح وانا مش هعرف اوصله للمرحله دي لاسباب ما يعني. طب انت شايف من وجهة نظرك عبدليل وهو خسران في البطولة دي، هل الخسارة دي هل هتقلل من الكريديبيليتي بتاعته عندك، ولا انت هتسعى انه يحققها في بطولة تانية؟ عبدليل دخل معايا كذا مسابقة، كذا بطولة ما كسبهمش كله، جنوب افريقيا ما كسبهاش، كذا بطولة معايا ما كسبهمش كله، بس يعني احنا ما هي لو انت متوسم فيه خير، مش بس متوسم فيه الخير، هي الفلسفي بتاعتنا انك تمشي مع واحد لحد ما ينجح. طبعا لو ما حققش احنا بنغير ناس وبنحط ناس، انما هو ماشي تحت البلان ده، لو ما جاب لو طلع خامس سادس هينزل الليفل زيه زي اي حد. يعني فلسفي واحده على الجميع، مش ما تختلفش. انما لو خسر ما هو مش بقول ان هو مش يعني مش هيبقى معانا تاني، لا طبعا. طيب سؤال ممكن يكاد يكون خبيث شويتين، انت قلت ان انت اسئلتك كلها خبيثة على فكرة من اول ما بدأنا. بالنسبة للتحول اللي حصل لعبد الجليل في الفترة الاخيرة، ان هو ترك محمد كمال مدرب المنتخب المصري وراح لمدرب اجنبي بره، انت كان المردود بتاعك ايه؟ انا عارف ان في علاقة طيبة ما بينك وما بين محمد كمال كويسة جدا. فانت مش بحطك طرف في الموضوع، بس كمنظور لان انت المانجمنت في الاخر، انت شايف الخطوه دي صح ولا غلط؟ بعيدا عن شخصنه المواضيع، احنا بنتكلم في استراتيجي كلاعب ينجح، احنا ملناش علاقه بالاشخاص دلوقتي. طيب يعني حط الاشخاص على جنب، خلينا نتكلم على برضو المبادئ بالزبط. انا كان احنا كاداره ما بنتدخلش في موضوع المدرب، زي ما شرحت لك كده من قبل، انا بسيب الناس هي اللي بتختار مدربين. لو كانت الإدارة بتتدخل في المدربين جايز يبقى عندنا كنا هنختلف في حاجات أو نتفق في حاجات، معلش. إنما أنا بشوف عامة إن الواحد لما بيشتغل، يعني أنا نفسي لما بتمرن مع حد في الفروسية، لما كنت بتمرن عدد وأحيانا بحتاج فكر مختلف أو رؤية مختلفة، مفيش حاجة اسمها ده أفضل من ده، محدش يقدر يقول الكلام ده. إنما جايز أكون محتاج إني أشوف فلسفي او طريقه في التمرين مختلفه، فانا شايف ان ده طبيعي طالما يتعمل بشكل مظبوط. يعني لو الترانزيشن دي بتتمانج صح ما اعتقدش ان فيها مشكله. طيب تعال نقيسها على لعيب كبير مش لازم نذكر اسمه، يعني عمل الترانزيشن دي ما بين المدربين، اتنقل من مدرب لمدرب لمدرب، وكان الواقع أليم حبتين عليه، يعني كانت التصاعدات بتاعته على المسرح ما كانتش بالنتائج المطلوبة. فأنت تفتكر لعب جليل ممكن يقع في نفس الفخ ده، إن هو يفضل يتنقل من مدرب لمدرب والدنيا تبوظ معاه؟ يعني مثلا لو هنتكلم على الأول في اللعبة هو جيرمي بوندية، وجيرمي مع هاني رامبود على طول ما فرقوش من ساعة لما طلع لغاية وقتنا هذا، هو معاه حتى لما تصاب وهو ما بيلعبش دلوقتي برضه ستيل معاه. صحيح. فأنت بالنسبة لك عبد الجليل ممكن يقع في الفخ ده، لان انت دلوقتي بالنسبه لهم بقيت اب روحي، انت ممكن تنصح في اللحظه دي وهيتسمع لك، لان انت بتدور في الصالح، انت ما بتدورش ان انت ليك ميول لاشخاص، بس انت بتدور في الصالح في الاول وفي الاخر، هو بيصب على التيم بتاعك، انت عايز التيم مش عبد الجليل، التيم كله يبقى ناجح، لان هو برضو بيرفلكت عليك. صح، ده حقيقه. فهل هتتكلم معاه في الموضوع ده بعد خسارته او بعد مكسبه؟ هتتناقش معاه في مواضيع زي دي، ولا هتفضل سايب الموضوع حريه تم للاعب ان هو يختار اللي هو عايزه؟ لا، هو البلان انه احنا كل ده بقول لك، واحنا بنبني الاورجنايزيشن، وجزء التدريب ده انا كنت سايبه لخبره اللاعبين، لان هم كانوا في لحظه ما في الفتره عندهم خبره اكتر مني في موضوع التمرين، فانا كنت ما بحبش افرض رايي عليها. انما
فيما بعد هيبقى في طريقه للفالويشن بتاع انك تنقل ولا لا. بالظبط. مش الكونسبت انك في ناس بتنقل كذا مره وتنجح. وفي ناس تخسر. في ناس متعوده على الاستابيليتي والاستابيليتي هي دي احسن حاجه بالنسبه لها. بالزبط. وفي ناس لازم تعمل لهم شوك بطريقه مختلفه فهو بيفلرش هنا ويتطور هنا. بالزبط. كل بني ادم يختلف وحتى الاجسام بتختلف. في اجسام بتنمو في بالروتين وفي اجسام بتنمو بطريقه تانية يعني. ما مش هاخد القرار ابدا انا لوحدي، لازم يبقى فيه بقى السيستم والكرايتيريا وبنختار بناء عليها وبنتجه. انا مش متعود اخد قرار كده عشوائي يعني في حاجه زي دي. طيب انا عايزك تخصني بحاجه، احنا خلاص انا حاسس ان انا شبعت من كل الاسئله معاك بصراحه. بشكرك على الاستضافه. لا لا زي ده انا ربنا يخليك. ومبسوط ان انت حطيتنا في اجواء خارج المكتب. انت اللي حطيتنا ده، انت اللي سحبتني كويس. فانا حابب تقول لي او تخصني بحاجه للناس انها تتابع وتعرف عن طريقي الموضوع ده. 2018 لكيو سكواد عامله ازاي؟ مختلفه خالص. انا هقول لك، احنا خليني اقول لك انه بدانا زي ما قلت لك، انا عايز اخش عشان تديفلوب حد، تخش من اول حياته، من اول ما يصحى الصبح، من اول فطاره اللي هيفطره لحد ما ينتهي، وان هو ان شاء الله على مسرح مصر الاولمبي. فبالتالي في شويه تطورات. انا قلت لك انه 2018 هيبقى في جزء فيها ديفلوبمنت للنمو بتاع الاشخاص معانا. بنفكر في بطوله جامده لسه. الكلام مش يعني مش باين قوي. انت عمال تفاجئني عشان تبقى فاهم. يعني انا عمال تخش تفتح سبلمنتس، هتفتح جيم فجاه بتعمل لا بطولة. انا قلت هفتح اونلاين ستور، ما قلتش مش هاخد سبلمنت. هتخش في هخش اني اخلي. طبعا خلي بالك انت عندك مشكله جدا في الاستيراد هنا في مصر، ودي طبعاً لازم الحقيقه حد يتصدى ليها لانه فيها مشكله. عندنا انت النهارده شركه مصريه الحمد لله متصديه ليها بشتى الطرق، يعني عامله شغل جامد جدا. عندنا ديولكس لاب دلوقتي هي عندها مصنع داخل مصر وبتصنع البروتينات، وحقيقه حاجه نفخر بيها بقى يعني. تبع وزاره الصحه ومعتمده من معهد التغذيه. الناس عاملين الحمد لله كل الورق الرسمي بتاعهم. هو ده بقى الشغل الصح. انك يعني انا الحقيقه برضو سعيد جدا بعدد الجيمز اللي اتفتحت من مصر وببراندز مصريه. سعيد جدا بالانترست بتاع السوشيال ميديا والفيديوهات واللي انتوا بتعملوها كلها. انا حاسس ان الموضوع بيتغير. انا ما اعرفش، انا يمكن بقى متفائل، بس انا فعلا حاسس الموضوع بيتغير. احنا لو مشينا في اي شارع دلوقتي ما بين جيم وجيم هتلاقي جيم صغير. يعني الموضوع الفكره انه في 2018 جايز يبقى فيه بطوله بنسعى لها. لسه مش عارفين احنا بنفكر نعمل بطوله ازاي، نعملها ايه. عندنا التقييم، وعلى فكره انا من ضمن موضوع التقييم كنا لسه بنرجح ناخد التقييم، نخلي بطوله الجمهوريه هي التقييم بتاعنا عشان نبقى بنساعد الاتحاد. ده من ضمن الحاجات برضو. لسه ما كناش مقيمين، بس احنا عندنا فرشور تقييم في شهر 10 ان شاء الله. عندنا انا ما كنتش عايز اخش البادي بيلدينج زي ما قلت لك، بس انا عشان سبق وقلت ان انا هخش في البادي بيلدينج، ويمكن ما بصيت على الموضوع لقيته اكبر من كده. بس انا قلت يمكن هنرعى بطل في كل وزن. فبرضه لسه بنشوف هنعملها ازاي. اللي هي الفريق اللي هو اسمه كيو بيستس الجديد ده، لسه بنشوف هيعملوا ازاي. غالبا 2018 هنختار مجموعه يبقوا في البادي بيلدينج وذو القدرات الخاصه والاحتياجات الخاصه اللي هم في الباور ليفتنج، هم دول التيمز اللي هنشتغل معاهم دي الفتره الجايه 2018. دي 2018 ان شاء الله. جيم سبلمنت ستور على الاونلاين. اونلاين ستور ده بعدين. هي الويب سايت نفسه ده اهم حاجه، ده اهم انجاز، اللي هو اسمه بادي بيلدينج اريبيا. ده اللي هينزل عليه الحلقات بتاعه ذا شو، وهينزل عليه المسابقه بتاعه كي او ما اعرفش قلتها لك دي ولا الكي او تشالنج اللي هي. طيب هو احنا هننزل مسابقه بعد رمضان على طول عن احسن ترانسفورميشن في 3 شهور، مدرب ولاعب. دي عن طريق الصور ولا فيديوهات؟ عن طريق الفيديوز كلها. بقى في شويه حاجات كده عشان نعرف انها مظبوطه وكريديبل ولا لا. ودي هتتعمل، دي هتبقى الانيشيشن بتاع الويب سايت ان شاء الله. انت بتتارجت بيها ايه؟ هقول لك بتارجت بيها ايه. اولا بتارجت بيها مدربين شويه، لان احنا خلي بالك احنا كل البطولات دي انت في الاخر انت عشان عارف المدربين وعارف التكنيكال بلان، بس البني ادم ما بيبقاش شايف غير اللاعب قدامه. فانا عايز اتارجت بيها مدربين شويه، لان المدربين دول اكتر ناس بتتعب برضه يعني في الموضوع.
فانا عايز ادي مساحه للمدربين، وخصوصا الاونلاين تريننج شغال كويس قوي، فكنت عايز اخلق الروح بقى الكومبيتيشن دي، بحيث ان الكونسبت الاونلاين تريننج ده يكبر شويه عندنا. هيبقى عندك تعاون ما بينك وما بين كابتن احمد علي في البطوله بتاعت احمد علي تشامبيونشيب 2018 السنه دي اللي هتقام في الاستاد بتاع القاهره؟ الحقيقه انا ما اعرفش عنها تفاصيل لحد الان، بس يعني مصر كلها بتحضر لها دلوقتي فعلا، لان يعني هو حاطط ارقام كبيره في الـ انا سمعت، بس انا ما يعني طالما ما بتنزلش حاجه رسميه كده ما بقى لسه. لا هو خلاص اعلن اعلن رسمي اعلن رسمي شهر 10، بس من لسه ما حددش اليوم، بس اعلن رسميا ان البطوله شهر 10. طب ده هيك والجوائز هتبقى بارقام كبيره، وهو حتى مدخل فيها العاب فرديه غير الفيزيك والبادي بيلدينج، مدخل العاب فرديه كمان، العاب القوه داخله، واحتمال لسه ده مش اكيد، ده كان دردشه ما بيني وما بين كابتن احمد علي ان هو يبقى فيه مثلا كاراتيه او جودو هيبقوا داخلين برضو في الموضوع ده. يا ريت والله، يا ريت حد يبقى ما يعني فعلا ده. لو ما دخلناش في بطوله، خلي بالك احنا لسه مش عارفين احنا هنعمل ده شو سيزون ده ولا لا، وعندنا بطوله كبيره وعندنا كذا حاجه طبعا. لو الحاجات دي بتاع يعني انا في الاخر، انت هدفك انك ايه؟ تخلي السين ده شغال، فثرو ان انت تعمل ايفنت او انك تساعد في ايفنت، فهي ما فيهاش. انا سمعت كمان انه عندهم في كروت احتراف يعني اللي بتاعت الاليت اتعملت، لو اتعملت هتبقى للاتحاد بتاع اللي هو الدولي، الاتحاد الدولي. ودي حاجه جيده جدا. ما انا بقول لك لازم تفتح في كل، في ناس بتشكو ان الاتحاد الدولي ما بيقدمش جوائز ماليه، يعني بيدي لك الميداليه زيه زي الاتحاد اللي هو المحترفين في الهواء. أيوة. المحترفين في الهواء ما بيقدمش غير الكارت، صحيح. بس بعد ما بتخش في العالم ده بقى بيبقى فيه فلوس كتيره جدا يعني. يعني في ناس بتبقى من لا شيء بتبقى، بس هقول لك حاجه، بعد السبليتنج ده لازم السياسه والفلسفي بتاعت الاتحاد ده لازم تتغير بالظبط، لانه يعني ملوش حل غير انه يغيرها. عندك اي تعقيبات سياسيه على الاداره بتاعه الاتحاد الدولي عامه، القائمين عليه؟ انا هقول لك على حاجه انا بقولها عامه في كل المجالات، انا شايف الاداره عواجيزيه شويه، لو اتحط فيها شباب حبتين، اتضخ فيها دم شباب، اعتقد ان الاتحاد ده هيبتدي يتطور جامد قوي. انت يعني هقول لك حاجه، انت دايما في حاجه كده اسمها ايه، بيرفورمانس اناليسيس، يعني تيجي كده تتفرج من على كام سنه لحد دلوقتي ايه اللي بيحصل. انا مش شايف انه في تطور، بالعكس انا شايف ان احنا، مش بقول انه في، طبعا السبليتنج ده فور شور ديتيريشن، بس يعني مفيش حاجه بتنمو، مفيش حاجه. يعني انا الحقيقه انا قعدت مع ناس، مش عايز اقول افكار هم قالوها لي عشان ما احرق لهمش افكارهم، انما قالوا لي شويه افكار، الحاجات دي لو اتطبقت في الاتحاد العالمي هتفرق خالص الموضوع، هتفرق خالص الموضوع. فطبعا انا معاك، اي حاجه لازم يكون فيها تجديد دم. على فكره انك عجوز ولا شاب ده مش بالسن، انما هو الدم هو الجديد بالظبط، فانت عايز دم جديد، دم جديد. لازم يبقى دايما عندك تجديد، والا خلاص يعني العمليه هتموت بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا جدا ان انت يعني كنت معايا النهارده، يعني بجد مبسوط ان انت شاب مصري من عيله ارستقراطيه، ونزلت لفئات مجتمع. انا على فكره مش بجاملك، بس هو فعلا، لان انا بشوف دايما في، انا بتعامل بحكم سفري وبحكم الكونكشنز اللي عندي، فبتعامل مع مستويات كتيره جدا، فبشوف دايما طبعا الارستقراط هم دايما محتفظين بالكوكبه بتاعتهم، ما بيروحوش في اي حته غير ان هم مع الارستقراط اللي زيهم. بس انت كسرت القاعده بالنسبه لي، انا شفتك نزلت تحت خالص وبتتعامل مع اللي فوق خالص، وعامل كونكشن او هارموني ما بين الاثنين في تناغم جميل جدا، والناس حابه انها تبقى معاك وحواليك. يعني ده اللي خلى اعتقد المجتمع يقول ان اسلام قطان بيسعى سياسيا غالبا، ما هتلاقي ده السبب. بس هي انا هقول لك على حاجه، الموضوع طبعا انا خدت فيه برضو، لان اتعلمت، لان انا ما كنتش عارف بتعامل مع مين ازاي، يعني طبيعي لان انت بتتعامل مع فئات مختلفه. بس انا هقول لك على حاجه، هي فكره مصر مختلفه عن البلاد اللي انت الكتير اللي بره، في سببين بقى. بره انت عندك حاجه اسمها جيتد كوميونيتيز، وللاسف ان احنا بدانا نتجه ليها دلوقتي في مصر، وده مش صح. يعني ان انت بقيت منعزل الطبقات عن بعض، فانت تصحى الصبح عايش في دايرتك، ما بتحتكش، ما بتشوفش ناس تانية. في مصر انت عندك المهندسين لازقه فيها بولاق، عندك مش عارف ايه لازق فيها ايه، فانت بتحتك بالناس على طول غصب عنك، صح؟ غصب عنك. فهي ودي ميزه، يعني دي حاجه مميزه. بقى لما ابتدانا نعمل بقى الكوميونيتيز والكومباوندز ونطلع بره،
انا قلقان ان الفجوه دي تكبر بيني وبينك. بالزبط. يعني هي لازم يبقى دايما روح التواصل دي موجوده. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا، وتعالى نستمتع انا وانت بقى بالجمال اللي ورانا يلا بقى واخواتهم اللي هناك. بشكرك شكرا جزيلا، وبجد انا مبسوط جدا انا سعيد.